السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا السكشن 6.3. وصلنا سؤال 25. Suppose f is a continuous فترة صفر بواحد الاف مو اي وبي فترة صفر بواحد. السؤال يقول مصدر non degenerate closed sub interval AB 0.1 for which the restriction of F to AUB is of bounded variation. Solution. نقول له the Westras function is continuous. Everywhere عب الصفر واحد but is nowhere differentiable therefore by the contrapositive وسطة المعاكس الإيجابي corollary 6 then f must not be of bounded variation. On any subinterval. AB of الفترة صفر بحر. اوكي هذا انت نهاية السؤال يعني حله يكون بهالطريقة. زين السؤال اللي بعده سؤال 26 let f be the Dirichlet function the characteristic function of the rationals صفر واحد Let f be Dirichlet function, the characteristic function of the rationals in صفر واحد. Is f of bounded variation?
تضعون 0 بواحد. نجي للحل. فيكس يعني ينتمي من الاعداد الطبيعي. اوكي ديفاين، وراح نعرف عليه ديفاين سي ان اللي شي يساوي لي 1 على ان جذر 2. اند كونسيدر دي بارتيشن بي ان يساوي لصفر سي ان، بعدين وراها 1 على ان، وبعدين وراها 1 على ان زائد ان سي ان، وبعدين 2 على ان. اوكي وبعدين 2 على ان زائد ان سي ان. اوكي لحد ما نوصل ان ناقص 1 على ان، ان ناقص 1 على ان زائد سي ان وبواحد. هاي البارتيشن مالتنا اللي سويناها. then الفاريشن مالت الاف بالنسبة لهاي البارتيشن راح يساوي عندك 2 مضروبة بان. اوكي بما انه ساين بما ان 2 ان diverges إذن f is not of bounded variation. السؤال اللي وراه 27 define of x sin x معرفة على 0 و 2 باي. find 2 increasing functions h and g for which h ناقص g on 0 2 باي. اوكي مطلوب من عندنا نلقى شنو find two increasing function دالتين متزايدات بحيث ان الاف تساوي للفرق مالتهم. ممتاز جيد. فانقل له سول ناخذ غير لون. the total the total variation of f صفر و x is given by tv total variation f على صفر و x ايش راح يساوي لي sin x اذا كانت صفر x y على 2 2 ناقص عن ساين اكس باي على 2 اكس 3 باي على 2 4 زائد ساين اكس 3 باي على 2 2 باي. اوكي فا we can write
of O في X ناقص G O في X where H X يساوي لي O في X زائد T V صفر و X وش يساوي لي اثنين ساين X باي على اثنين اثنين باي على اثنين X باي على اثنين GX راح تصير عندي TV total variation اوكي GX صارت عندي total variation باي لما باي لما 5H and G دار انكريز سؤال 28 سؤال 28 شو يقول let f be a step function let f be step function on a u b find formula for its total variation. Okay. Step function. We didn't end the total variation. My multi-step function. Okay. For I'm give the solution or proof. Since f is a step function, okay, step function. And that is can be having both on a, b. And then you check p naught of what p? How could that p naught? You determine x naught, x one. الحد ال x n. يعني يوجد partition أو تجزئة لل AB and numbers within the numbers therefore in C at من C1 لحد من CN such that ال F multi الأصلي تساوي ل CI F I ناقص واحد إذا الأكستن تميلي أوكي للآي والآي تعرفون هنا راح تصير من النوت لحد الآن أوكي يعني هي تساوي تصير كونستانت على الفترات الجزئية now consider consider the partition consider the partition b dash okay and you saw it x naught x naught dot then x1 2 x1 xn
ناقص واحد اكس ان ناقص واحد زائد ان اكس ان على اثنين على اكس ان. اني ريفاينمنت ريفاينمنت اوف اوكي does not change the variation okay of f. So we have TV f P dash يساوي الـ summation k يساوي لواحد للآن. اوكي فهسه عندنا refinement صار عندي، فـ total variation مالت الـ f بالنسبة إلى هذا الـ refinement أو التنعيم راح يكون عندي بهالشكل f of x k ناقص واحد ناقصا c k زائدا f of طبعا احنا خلينا السي كي وضفنا وطرحنا هاي القيمة اوكي ضفنا وطرحنا هاي القيمة او غيرنا المطلق ماكو مشكلة، بس احنا كيف ضفنا وطرحنا هاي القيمة؟ اعادة ضفنا وطرحنا السي كي اي ضفنا وطرحنا السي كي وغيرنا المطلق فصار شنهن سالب سالب ماكو اي مشكلة بهالموضوع. تعرفون هنا ضفنا وطرحنا يعني فقط ضفنا وطرحنا السي كي بس هنا ما صارت عندي إيكواليتي، فصار عندي صار عندي بهالشكل تحقق عندي المطلوب. يعني هو شنو اللي طالبه من عندي إذا تذكرون؟ يريد من عندي فورمولا للتوتال فاريشن، وحصلنا قانون ألمن، حصلنا قانون للتوتال فاريشن. جيد. سؤال 29 A نقطة A define f of x x تربيع كوساين واحد على x تربيع إذا ال x لا يساوي صفر وال x ينتمي سالب واحد بواحد أو صفر f ال x يساوي صفر. is f of bounded variation on سالب واحد بواحد b define x تربيع كوساين واحد على x if x لا يساوي صفر سالب واحد بواحد صفر if x يساوي صفر is g is g of bounded variation سالب واحد بواحد. لا بدينا هنا يسألنا هل هنا total variation لو ما total variation bounded variation العفو. السؤال الأول unbounded، اثنيناتن يريد من عندنا سؤال هل هن of bounded variation أو لا. زين fix طبعا هاي النقطة A fix أن ينتمي إلمن للأعداد طبيعي. زين and consider the partition
اللي راح يصير بين صفر تو ام باي تو ان ناقص واحد باي تو باي we then have v صفر جذر اثنين لباي pn يساوي اثنين باي واحد زائد واحد على اثنين زائد واحد على ناقص واحد زائد واحد على ن. اوكي فهذا يصير عندي اذا اخذنا البارتيشن او الباوندد الفاريشن من الصفر للاثنين على باي. بما ان the harmonic series اللي هي تعرفونها واحد على n n من واحد الى infinity diverges اوكي هاي يعني هاي صارت series يعني هاي معناها اثنين على باي summation الان من واحد للانفينيتي واحد على من على ان بهالشكل اوكي لا مو هيك خليني اعدلها لكم مو هذا قصدي كده ان ك يساوي لواحد واحد على ك بهالشكل من واحد للان اوكي فهاي الدايفيرجز راح تصير اذا متقاربه اند في اوف اوف صفر اثنين على باي بي ان اقل من في سالب واحد بواحد بي ان يعني هاي مقيد اذن ايش راح يصير then f is not of bounded variation is not of bounded variation on سالب واحد أو واحد لأن هي أصلا مو of bounded variation على هذه الفترة الصغيرة أوكي وبما أنه هي هاي أصلا أقل من هاي فإذا كانت هاي not of bounded variation فمن باب أولى أنه الحالة الأولى not of bounded variation B see that g dash للx شي يساوي لي سالب ساين واحد على x زائد اثنين x كوساين واحد على يمين على x لكل x لا يساوي صفر we also have h g صفر h كوساين واحد على h بهالشكل take h يروح المن للصفر اوكي يؤدي الى ايش راح نحصل راح نحصل g داش للصفر شي يساوي عندي صفر زين إذن G is differentiable on سالب واحد بواحد and its derivative
satisfy. It's derivative. Satisfies g dash x. This means g is Lipschitz. Sarabahat, which implies g is of bounded variation. سؤال 30. Show that the linear combination of two functions bounded variation is the product of two such functions also of bounded variation. احنا نقول حاصل جمع دالتين of bounded variation linear combination او تركيب الخط من دالتين of bounded variation راح يكون عندي bounded variation. السؤال هنا هل البرودكت او عملية الضرب لدالتين of bounded variation راح ينطيني دالة of bounded variation؟ شوف خلينا نقول هنا the sum is of the linear combination. عفوا خلينا نسميه مو sum, ممكن يكون طرح the linear combination is of bounded variation هم جايتني من problem 34 انتهي من عندها مش هتي هسه نجي لعملية الضرب. suppose f and g are real valid functions. Real valued functions of bounded variation. On the closed bounded interval.
أيوبي. دين then both f and g must be bounded. على اي بي. إذن يوجد m كبر من صفر such that أقل من الام أقل من الام لكل اكس ينتمي للفترة اوكي على الفترة ايوب let pk denote a partition for AB. تجزئة علمية للفترة AB. Then F dot G P نسمي هذا بس بي اسهل هنكتبه هو الضرب ايش راح يكون؟ راح يكون يساوي اي من الواحد من الحد الكي اكس اي اكس اي اي ناقص واحد اي ناقص واحد مطلق اوكي هذا الفاريشن مال عملية الضرب هاي ايش راح نسوي لها؟ راح نسوي لها فد تحليل معين انا شارحه لكم هاي سابقا شلون نسوي هيجي راح نضيفه ونطرح ونطلع عامل مشترك نضيف ايش راح نضيف؟ راح نضيف كم حد؟ هواي حدود راح نضيف اربع حدود راح نضيف اي راح نضيف اف اكس اي ناقص واحد جي اكس اي يعني نضيف مضروب راح نضيف مضروب خليني اسويها لكم نضيف حدين عفوا نضيف حدين مو هواي اوكي بس انا خليني ايش اسوي ما استخدم ترينجل انيكوالتي بالبداية هاي يساوي واحد للكي اكس اي جي اكس اي نقول له ناقص اوكي ناقص هنا نقول له اف اوف اكس اي ناقص واحد جي اكس اي زائد اف اوف اكس اي ناقص واحد جي اكس اي ناقص اف اوف اكس اي ناقص واحد جي اكس اي ناقص واحد اوكي ايش راح نطلع؟ نطلع عامل مشترك تعرفون هذا عندي هنا هذا وهذا يطلع عندي عامل مشترك وهذا يطلع عندي عامل مشترك بالنسبة للاف فتراينجل انيكواليتي شنو اللي راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الاتي اي يساوي انا اسوي مشارح لكم سابقا بس قلت خل اوضحها اكس اي ناقصا اكس اي ناقصا واحد مطلق جي اكس اي زائدا كلها نفس الصوميشن جي اكس اي جي ناقصا جي اكس اي ناقص واحد اكس اي ناقص واحد اوكي هذا ايش راح ينطيني طبعا هذا راح ينطيني اقل الفاريشن مالت مال اف بالنسبه للبي اوكي زائد الفاريشن مال جي بالنسبه لمن بالنسبه للبي وتعرفون انه هاي مقيده اقل من ام وهاي مقيده اقل من ام اوكي نحن متفقين انه هاي باوندد فانكشنز
فشنو راح نطلعهن عامل مشترك اثنين هي عندي وش راح تكون عندي راح تكون عندي ام اذن في اف جي مضروبات و بي is bounded above then fg is of bounded variations on ab وش حكي of bounded variation element على ال ab اوكي يلا خلينا نسويها خلينا نتوقف لهنا نسوي البقية يعني بنبدأ من سؤال 31 واللي فوق محاضرة ثانية. ألتقي وياكم درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.